المهم مبروك على جميع الجماهير المغربيه اللي كان اللي ما كتبش لا تمشي لقطر واللي في قطر واللي في جميع المدن الدول العربيه وفي اوروبا وفي شكل بلاصه. مبروك عليهم هذا الرباح، الرباح اللي من 86 ما شفناه. تخيلوا معايا من 86 ما شفنا هذا الانجاز التاريخي في كاس العالم، ما شفنا هاد الرجال، ما شفنا هاد الاسود بقياده اسد، اسد معنى الكلمه، انه وليد الركراكي اللي كان راجل ومزيان باش نتيقوا في ولاد البلاد وباش نتيقوا كذلك في اللاعبين المحليين، وكذلك باش تكون عندنا ثقه في المنتخب الوطني. نتمنى ان شاء الله تكون الكاس العالم مغربيه وديما مغرب. اللعابه اليوم صحيح ما كانش نفس الاداء ديال بلجيكا، كان تراخي في دوزيام ميطون، ولكن على العموم احنا بغينا التاهل، تاهلوا بسبعه النقاط ولا عزاء الحاقدين. وشكرا. شكرا للاعبين على هذا التاهل، كنشكروا اللاعبين واحد بواحد صراحه وعلى راسهم الاطار الوطني وليد الركراكي. شاهدنا الشوط الاول فعاليه هجوميه 100%، شاهدنا الشوط الثاني كان شويه ديال التخوف، ربما كانوا كيلعبوا على المرتدات الهجوميه. شكرا للاعبين على هذه القتاليه، شكرا على المنتخب الوطني اللي فرحوا 40 مليون نسمه مغربيه، شكرا للاعبين صراحه اللي كانوا رجاله. شاهدنا قتاليه 90 دقيقه، كنتمنى صراحه باقي ما عرفناش لحد اللحظه مع من غادي شكون اللي غادي نقابلوا، واش المنتخب الالماني او المنتخب الياباني. كنتمنى صراحه بفارغ الصبر على اننا نلاقيو المنتخب الياباني، ربما هو اضعف حلقه في المجموعه ديال المنتخب الاسباني. شكرا للاعبين اللي احتلوا المرتبه الاولى، وهنيئا وديما مغرب. انا فرحانه بزاف، انا فرحانه بزاف بهذه النتيجه، والمغربي اللي خدا سبعة نقاط راه كيسهلها، الا طلع بسبعة نقاط كيسهلها، هو احسن بزاف المنتخبات العالمية، وكنسهلوا اننا ننافسوا منتخبات كبار، كنسهلوا ان شاء الله غنتفوقوا عليهم، وان شاء الله غنكونوا ند المنتخبات كبار بحال البرازيل والارجنتين، غنكونوا ند ليهم وغنمشيو الادوار المتقدمة. حنا ما باغيش غير الثمن النهائي، حنا باغيين الكارت فينال وباغيين الدومي فينال، علاش لا الفينال؟ كنسهلوا ولاد بلادنا، كيسهل الركراكي. وشكرا بزاف. جاوني مزيانين، هما تيقوا في راسهم كيف ما قال الركراكي تيقوا فيه، حنا حتى هما يثق فيهم، يخلي الدراري يدوروا كره، الدراري عندهم منتخب ما خصوش يرجع للور، منتخب كاين، منتخب عنده، منتخب متمكن اكثر من بزاف، ما يرجعش للور، هذا ماشي المنتخب اللي خاصو يرجع للور. دوزيام شونجمون مزيان، شونجمون مزيان، واخا اش غنقول لك، الحمد لله كنا كنتسناو منه بزاف، ولكن ما كاينش محسن من المنتخب الوطني، هو عارف مزيان اش كيدير، والعموم كلشي مزيان وكلشي لعب وكلشي تقاتل، وديما مغرب وديما الركراكي. في هذه المقابله تنقول للمغاربه باننا حنا واعرين بزاف بزاف، وتنفرحوا من تاهلنا حنا الكاس، من تاهلنا، وان شاء الله علاش ما نجيبوش ان شاء الله كاس العالم، ولينا تنحلموا باش نجيبوا ان شاء الله كاس العالم. والحمد لله كما تشوفوا الناس كاع كلشي فرحان الحمد لله، وعاش الملك. وهذه الفرحه هذه تنهديوها للعرب كامل والعالم كامل، وتنقول الركراكي بانه يركز على المقابلات اللي جايه، لان الفريق راهم قويين، وان شاء الله علاش ما نجيبوش كاس العالم. الله الوطن الملك. كيشوف اللعابه داخل الملعب؟ اللعابه مزيان الحمد لله، وكل شيء تيلعب مزيان، واخا شويه بديك المقابله الثانيه يعني تاثروا بداك الهدف اللي دخلنا حنايا على ريوسنا، وتنقولوا بان المقابلات اللي غيجيو راهم صعاب، ركزوا الاخوان الدراري اللعابه ركزوا مزيان في المقابلات الاخرين، لانهم صعاب على المقابلات ديال دابا، وان شاء الله. بالنسبه لي شونجمون اللي دار كي جات لي شونجمون بصراحه في المستوى، لان الدفاع كان ما كانش الدفاع، منين دخلت انا لي شونجمون كان الدفاع بهذاك الدفاع باش ما قدوش هما يماركيو علينا، والحمد لله راه حنا تاهلنا مزيان وعاش الملك. عليكم اولاد بلادي، كنبغي نقول لكم مبروك عليكم، مبروك علينا حتى حنايا، وفرحتونا، والله يخليكم لينا، وتبارك الله عليكم. تبارك الله عليهم، واعرين ناضين، كيف ما فرحونا هذا العام المغرب، عاش الملك. الركراكي راك انتم عارفين، وصرفنا اصلا مع الوداد قبل، تبارك الله، ودابا مع المنتخب ويستحق، المنتخب فرحنا، هادشي بفضل اللعابه اللي تقاتلوا معنا، هادشي ما كناش كنشوفوه مع خليل وزيد، شفناه حتى مع الركراكي، لان عنده عقليه، يعني عنده عقليه تبارك الله مزيانه، وكيتصاحب مع اللعابه، والحمد لله. الحمد لله كنبغي نشكر عاوتاني كاع المغاربه اللي ساندوا هذا المنتخب، خصوصا الجماهير اللي كاينين في قطر، والحمد لله التاهل كان مستحق، وديما مغرب وديما وداد.
كيشوف اللعابه اليوم؟ شوف اللعابه الحمد لله رجال من بدايه لا كومبيتيسيون، شنا اداء، شنا قيشاليه، شنا عزيمه واصرار، الحمد لله اللعابه ولات الشعب وفاخر فهمتي حاسين بينا حنا شنو كنتسناو، والله يعطيهم الصحه وديما مغرب، وبرافو الوالد الركراكي، وبرافو الوالد الركراكي وديما مغرب. ديما راجل السلام عليكم. اللعابة كانوا رجال الحمد لله وحقوا الفوز 3 بوان، كندا ما كانت سهلة، وبلجيكا حتى هي ضربنا الحمد لله، وديما مغرب وديما مغرب. شانجمون ديال المدرب؟ شانجمون جاني ماشي هو هذاك، علاش؟ الحمد لله ما دار والو في آخر دقيقة، ولكن لعبوا بون ماتش تبارك الله عليهم وديما مغرب. اول حاجه السلام عليكم، وثاني حاجه مبروك علينا ومبروك على شي كامل، شو الدراري الصغار كيف فرحانين، شو الناس الكبار كيف فرحانين، ديما مغرب. وثالث حاجه جاني بحال الحمد لله عطينا اكثر من حقه، ولكن شوف كلشي دايز كلشي دايز، ومبروك علينا وديما رجاء ومورا ديما مغرب. ديما رجاء ديما مغرب فيف فيف زياش. المهم المهم جوج لواحد صافي سالينا ديما مغرب. يلاه شكرا، ميرسي بوكو المغاربه، الله يعاون. السلام عليكم، اليوم فرحنا المنتخب المغربي بزاف بهاد ثلاث نقاط بهاد التأهل، وتنبغي نقول بزاف خصنا نشجعوا المدرب المغربي باللي هادشي اللي قام به والد الركراكي بزاف، وشكرا.